مرحبا أحبائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله بخير. اليوم في عنا تمارين كتير مفيدة ومسلية بفرد وقت، رح تتعلموا فيها إشياء كتير مفيدة. بس قبل ما نبدأ بهالتمارين، شو رأيكم نسمع أغنية الحلقة؟ جدي يعيش في الضيعة، عنده بقرة موهوبة تأكل في الحقل وترعى، اسم البقرة محبوبة، تعطينا أطيب حليب طيب ويقوينا، صحة جيدة يعطينا حتى من الأمراض نطيب. جدي يعيش في الضيعة، عنده بقرة موهوبة تأكل في الحقل وترعى، اسم البقرة محبوبة. غنيتوا مع الغنية؟ حبيتوها؟ قبل ما نبدأ بالتمارين رح أقرأ نص كتير حلو ورح تحبوه، ما تروحوا لمطرح، تابعوا معي. كتاب الأصوات، كتاب الأصوات. شو يعني؟ كتاب ما نتعرف فيه على أصوات. أصوات مين؟ هلأ منشوف. هل تعرفون أن لكل حيوان صوتا يمتاز به؟ تعرفوا إنه كل حيوان عنده صوت بميزه عن غيره؟ أكيد كل حيوان يصدر صوتاً معيناً، يعني بيطلع صوت مختلف عن غيره. هيا تعالوا لنتعرف إلى بعض منها. هلا رح نتعرف على بعض منها. قولوا معي. حين تمو القطة تقول، بس تنول بسينة، شو بتقول؟ مياو مياو، مش هيك بتقول بسينة؟ صح. حين ينبح الكلب يقول، لما يعوي الكلب شو بقول؟ شو بتسمعوا عم بقول؟ عو 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 عو، صح. حين يصيح الديك يقول، الصبح لما نسمع صوت الديك عم بيوعينا شو بقول؟ كوكو 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 كوكو، مزبوط؟ نعم. وحين يصهل الحصان يقول، يعني لما الحصان سمعنا صوته شو بقول؟ هاهي هاهي. يلا منعيده سوا، حبيتوه للناس؟ أكيد حبيتوه. كتاب الأصوات. هل تعرفون أن لكل حيوان صوتا يمتاز به؟ هيا تعالوا لنتعرف إلى بعض منها. حين تموء القطة تقول، إذن لما أسمع صوت البسينة أو القطة أو الهرة شو بقول؟ مواء الهرة لأنها تموء. حين ينبح الكلب يقول، عو عو، صح؟ بس اسمع الكلب عم بعوي، يعني بس اسمع نباح الكلب، يعني عندما ينبح شو بقول؟ عو عو. حين يصيح الديك يقول، لما يصيح الديك يعني لما اسمع صياح الديك شو بقول؟ كوكو 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 كوكو، تيوعينا. حين يصهل الحصان يقول، يعني لما اسمع صهيل الحصان شو بقول؟ هاهي هاهي.
حبيتوا للنص، وهلا حضرت لكم سؤال حول هالنص، فتابعوا معي. كتاب الأصوات. هل تعرفون أن لكل حيوان صوتا يمتاز به؟ هيا تعالوا لنتعرف على بعض منها. حين تموء القطة تقول مياو مياو، حين ينبح الكلب يقول هاو هاو، حين يصيح الديك يقول كوكو كوكو، حين يصهل الحصان يقول هاهي هاهي. جاهزين لهالتمارين؟ نبدأ مع السؤال الأول. ما هي الحيوانات التي يتحدث عنها نص؟ تتذكروا النص اللي قريناه؟ عن مين كنا عم نحكي؟ عن أي حيوانات؟ أول حيوان شو؟ القطة. القطة. تاني الكلب. تاني الكلب. شايفين؟ تالت الديك. والرابع هو الحصان. إذن ما هي الحيوانات التي يتحدث عنها نص؟ أعددها. أولاً القطة. القطة. بعدين شو شايفين؟ الكلب. الكلب. ثالث حيوان شو هو؟ الديك. والحيوان الرابع هو الحصان. الحصان. إذن الحيوانات هي القطة، الكلب، الديك، والحصان. هلأ أكمل. عطيتكن أول شي مثل. مين بيتذكر منيح بيناتكن؟ أكيد كلكن رح تتذكروا. منقول تموء القطة صوتها هو مواء. إذن لما تمو القطة يعني لما تعمل مياو مياو، شو منقول عن صوتها؟ شو اسمه؟ مواء. تاني جملة ينبح الكلب. لما الكلب بينبح بعوة، شو منقول عن صوته؟ عن القطة قلنا مواء. عن الكلب شو منقول؟ نباح. ينبح الكلب صوته هو نباح. نباح الكلب. يصيح ديكو. يصيح ديكو. شو اسم صوته؟ كوكو كوكو. عرفتوا؟ تذكرتوا؟ شو اسم صوته؟ يصيح. شو؟ صياح. إذن صوته هو صياح. يصيح ديكو صوته هو صياح. يصهل الحصان صوته شو عندما يصهل الحصان؟ هاهي
صاهي، شو صوته قولكن؟ ها؟ صهيل، صهيل. يصهل الحصان، صوته هو صهيل. إذن عندما تموء القطة ماذا أسمع؟ مواءها، أسمع مواء القطة. عندما ينبح الكلب ماذا نسمي صوته؟ النباح. وعندما يصيح الديك ماذا نسمع؟ صياح الديك، صياح. وعندما يصهل الحصان ماذا نسمع؟ صهيل الحصان، صهيل. ومنتابع مع التمرين التالي. أصنف الحيوانات الآتية. في عندي مربعين، مربع خاص بالحيوانات ومربع خاص بالطيور. الحيوانات هي، شو شايفين على الشاشة؟ القطة. إذن القطة وين منحطها؟ بخانة الحيوانات أم الطيور؟ القطة لا تطير، طبعا هي من الحيوانات. القطة. الكلب. الكلب وين منحطه؟ بأي مربع؟ بمربع الحيوانات. الكلب. الحمام. الحمام طلعوا على الشاشة، بطير أو لا؟ أكيد بطير، إذن هو من الطيور. الحمام. الديك. الديك هو من الطيور كمان لأنه يطير أيضا. الديك. الحصان. الحصان بطير شيء؟ أكيد لا، الحصان هو من الحيوانات. الحصان. الضفدع. الضفدع لا يطير، شوفوا هذه الضفدعة، إذن هو من الحيوانات. الضفدع. والبلبل صاحب الصوت الجميل. البلبل طبعا يطير، هو من الطيور. البلبل. منتابع مع هالتمرين. أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. في عندي فراغ هون، بدنا نحط الكلمة المناسبة محله. أول كلمة هي البقرة. البقرة طبعا نوع من الحيوانات. الخم. بتعرف شو يعني الخم؟ البيت يلي بيعيش فيه الدجاجة والديك. شو اسمه بيتهم؟ الخم. ثالث كلمة الحمامة. الحمامة هي نوع من الطيور. والجو. الجو يعني الفضاء. منتابع. في الإسطبل تعيش الحيوانات الآتية. بالإسطبل بعيش عدة حيوانات، منهم الخروف والحصان. شو أقولكن كمان؟ الحمامة؟ أقولكن؟ أكيد لا، لأن الحمامة تطير. الجو؟ ما معنى الجو؟ الفضاء. الخم؟ كمان لا، لأن الخم شو هو؟ هو بيت الدجاجة والديك. البقرة طبعاً تعيش أين؟ في الإسطبل. إذن البقرة، الخروف والحصان. يعيش في الديك والدجاجة،
وين بيعيشوا؟ الخم؟ الحمامة؟ أو الجو؟ أكيد في الخم يعيشوا. في الخم الديك والدجاجة، في تطير الفراشة. أين تطير؟ في الجو طبعاً. في الجو تطير الفراشة والنحلة، ومين كمان؟ طبعاً والحمامة. طبعاً والحمامة. إذن منعيد، في الإسطبل تعيش الحيوانات الآتية: البقرة، الخروف، والحصان. يعيش في الخم الديك والدجاجة. في الجو تطير الفراشة والنحلة والحمامة. وهلأ خلوكن معي لنتابع بالفقرة التالية. بلبل، حصان، بطريق، ديك. جاهزين لهالتمرين؟ انتو بتعرفوه كتير منيح وبتحبوه. ورتبوا الكلمات لأحصل على جمل مفيدة. أول مجموعة: حيوان، الكلب، وفي لصاحبه. تعرفوا إنه الكلب عنده صفة الوفاء، يعني بيكون وفي كتير لصاحبه، يعني دايماً بيدافع عن صاحبه لأنه هو وفي لإله. شو قولكم منقول؟ حيوان، منبلش بحيوان؟ لا، شو عم بحاولوا يخبرونا بهالجملة؟ إنه الكلب هو شو؟ حيوان. شو بي؟ وفي. لمين؟ لصاحبه. إذن منبدأ مع الكلب. شو رأيكم؟ فكروا معي، الكلب حيوان أكيد. شو به؟ وفي لصاحبه. اكتبوا معي، الكلب حيوان. حيوان وفي لصاحبه. الكلب حيوان وفي لصاحبه. ننتقل للمجموعة الثانية: صياحي. مين اللي بصيح؟ أي حيوان؟ الديك. صياح، الناس يستيقظوا. شو يعني يستيقظوا؟ بيوعوا، يعني على شو؟ صوت الديك. يستيقظوا عند ديك. كيف هالجملة قولكم؟ لنبدأ بالفعل. وين في فعل عنا بهالجملة؟ يستيقظوا. يستيقظوا مين؟ مين بيوعى؟ الناس. يستيقظ الناس أي متى؟ عند. يستيقظ الناس عند، بس يسمعوا شو؟ صياح الديك. إذن يستيقظ الناس عند صياح ديكي. يستيقظ
ناس عند سياح ديكي. ثالث مجموعة، النحلة من زهرتين تنتقل إلى أخرى. نحلة، شو يعني النحلة؟ شو بتعطينا النحلة؟ شو بناكل شي طيب طعمه لذيذ كتير؟ العسل. النحلة من زهرة تنتقل إلى أخرى. شو أقولكم نبدأ بهالجملة؟ نبدأ بالفعل. وين في عندي الفعل هون؟ تنتقل، طبعا تنتقل يعني عم تتحرك. مين؟ النحلة تنتقل. النحلة، برافو، تنتقل نحلة. من وين لوين؟ من زهرة إلى زهرة أخرى. إذن تنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى، صح؟ طبعاً، اكتبوها معي. تنتقل نحلة، نحلة من زهرة إلى أخرى. شو يعني أخرى؟ إلى زهرة تانية. تنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى. نرجع منعيد قراءة هالجمل اللي ألفناها من خلال هالمجموعة من الكلمات. أول مجموعة، الكلب حيوان وفي لصاحبه. إذن ها هي الجملة من أول مجموعة. الثانية، يستيقظ الناس عند صياح ديكي. بس يسمعوا صياح الديك بيوعوا. ثالث جملة، تنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى. وهلأ في عندي لقلكن حزورة كتير حلوة. في حيوان بحك دينته بمنخاره، حيوان يحك أذنه بأنفه. رح عيدها، ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ وأنا بدي أطلب منكم ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تشوفوها بأسفل الشاشة، وبقلكن إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. جد يعيش في الضيعة، عنده بقرة موهوبة تأكل في الحقل وترعى، اسم البقرة محبوبة. تعطينا أطيب حليب طيب ويقوينا، صحة جيدة يعطينا، حتى من الأمراض نطيب. جد يعيش في الضيعة، عنده بقرة موهوبة تأكل في الحقل وترعى، اسم البقرة محبوبة.